كلها اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن يوسف، كله تمام، اخبارك ربنا ايه؟ يخليك يا رب. حبيبي يا كابتن. مباراة يعني كان فيها متعة وكان فيها أهداف وكان فيها إثارة وكان فيها كل حاجة، لكن يعني الدنيا باظت في الآخر. شايف المتسبب أو الدنيا باظت ليه بشكل عام يا كابتن سامي؟ خلينا بصراحة، اتفضل. أنت عارف يا كابتن ميدو، الحكم زي اللعيب، أكيد تمام؟ الحكام كلهم واللعيبه كلهم مبطلين تخنين عن زياده عن 40 يوم، مظبوط؟ تمام. ما عدا 3 حكام بس في مصر كانوا بيتمرنوا لغايه اول امبارح ورجلهم في الملعب، مظبوط ولا لا؟ تمام. اللي هم مين؟ اللي هو ابراهيم نور الدين وامين عمر وجهاد جريشه، دول كانوا لسه في البطوله. كان شيء طبيعي واحد من الثلاثه كان يلعب المباراه بتاعت النهارده يا كابتن ميدو، ده من وجهه نظري انا. تمام. ان الثلاثه لسه متمرنين وموجودين في البطوله وفايقين لسه في الملعب. انما بقيت كل الحكام بطلوا من قبل بطوله افريقيا، مظبوط؟ تمام. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، المسؤول على الانضباط في الملعب يا كابتن حكام المباراه وسلوك اللاعبين. اوكي لو تمام. سلوك اللاعبين ما توافقش مع قانون كره القدم يبقى هنا طبعا لازم حكم المباراه يبقى هو المسؤول الاوحد عن اتخاذ كافه الاجراءات التاديبيه. شوف انا هقول النهارده للاسف كلمه تاديبيه. النهارده اتفرجنا على تابلو مش حلو. يعني احنا لسه مخلصين بطوله افريقيا من كام ساعه، النهارده اتفرجنا على حاجات مش كويسه بسبب اللعيبه كلها. بس احب اعلق على كلام حضرتك كابتن ميدو، حضرتك بتقول ان شيء طبيعي ان اللعيبه بيحرز هدف بيخش يجيب الكره من جوه، تمام؟ تمام. القانون هنا بيقول لك عند احراز الهدف، عند احراز الهدف ما ي... لا يسمح للعيب محرز الهدف ان ياخد الكره، ولو خدها من جوه الملعب من جوه الجول ياخد انذار. طب احنا بنشوف في الدوريات، يعني خلينا انا كمان انا غلط. اعرف واللعيب بيسيب له الكره يروح ياخدها يا كابتن سمير. غلط يا كابتن ميدو، احنا بنتكلم كقانون. كقانون ليه؟ دي بتبقى الاتحاد الدولي شافها بتبقى ان سبورتنج بيهيفير، بيبقى ايه؟ سلوك غير رياضي وممكن يبقى استفزاز للفرقه اللي تم احراز منها هدف. تمام. مفيش في الدنيا حد بيجي فيه جول بيبقى مبسوط، صح؟ تمام تمام. ما بيصدق يعمل اي مشكله، فالمفروض كلعيبه كبار برضو الدوري المصري اول ما بتجيب جول ترجع نص ملعبك مش تمام. بتاعتك. اوكي. بنشوفها، بنشوفها. مين الغلطان فيها؟ الحكام، لان كان لازم برضو يبقى في اجراءات. ايه لو كل حكم عملها يا كابتن ميدو هتلاقي في الماتش اللي بعدها محدش بيعملها. خلي بالك انا اول مره اعرف كده بجد، انا اول مره اعرف ان اللعيب يجيب الجون يسيب الكوره، لان بشوف في الدوريات الاوروبيه بيجيب الجون بيروح ياخدها. لو جابها، لو جابها تطبق قانون انذار. تمام يا كابتن، انت لو جبتها بس احنا عندنا كايه بنتساهل فيها شويه. تمام تمام. لا، المفروض اللعيب يحرز الهدف يسيب الكوره ويرجع نص ملعبه. تمام تمام تمام. طيب النقطه الثانيه، النهارده شفنا احداث غريبه. النهارده كان في ماتش، يعني في الجول الثاني اللي احرزه نادي الزمالك، حارس المرمى مسك الكوره بعد ما دخل فيه الجول، صح؟ تمام. فجاه تحولنا من كره القدم للعبه الرجبي. عارف لعبه الرجبي؟ عارفها طبعا، اللي هو اللعيب بيمسك الكوره واللعيبه كلها بيحاولوا ياخدوا منه الكوره. بس هي لعبه الرجبي ما بقاش فيها بنيات وشلاليت، يعني بيبقى فيها يعني عايز ياخد منه الكوره من غير بنيات وشلاليت. كولكشن بقى فيها، يعني بتزود فيها حته زياده. فطبعا يعني انا طبعا سلوك اللاعبين ما كانش جيد، ما ساعدش الحكم. الحكم كان لازم في سيطره اقوى، كان لازم في سيطره اقوى جدا جدا من اكتر كده محمود عاشور، وخاصه انه حكم كبير. بس ده يرجع برضه لاختيار لجنه الحكام. انا كنت شايف يعني 3 حكام من الحكام اللي كانوا بيديروا بطولات افريقيا اللي هو جاد او امين عمر او ابراهيم، واحد فيهم بيدير المباراه. وكذلك المباراه الجايه بتاعت الاهلي والمقاولين على فكره المفروض ما تخرجش من الثلاثه اللي انا قلتهم. مع ان كان كابتن محمود عاشور لياقته حاضره في الماتش يا كابتن. اتفضل يا كابتن ميدو. كنت بقول لحضرتك ان كابتن محمود عاشور كانت لياقته حاضره جدا في الماتش. بص، ممكن تكون اللياقه البدنيه، بس اللياقه الذهنيه يا كابتن في الملعب برضو يعني ايه بعيده شويه. عايز اعرف العاشور اللي مثلا من شهر او شهرين ما يبقاش فيه المشاكل دي كلها برضو من وجهه نظري انا. علاوه بقى يا كابتن، احنا لما اتفرجنا على بطوله افريقيا ما شفناش السلوك ده من اللاعبين اصلا. يعني انت عارف اللي نجح بطوله افريقيا تحكيميا هي السلوك اللعيب الافارقه بصراحه. يعني شفناش المناظر، كنا بنشوف اللعيب بيعمل فاول بتلاقي زميله بيقومه. نيجي لاخر نقطه حضرتك اتكلمت فيها، احراز الاهداف في الدقيقه 6 و8 وبتاع. يا جماعه عاوزين نقول حاجه، المباراه عباره عن 90 دقيقه، تمام؟ واي احداث بتحصل الحكم هو اللي ليه حق وحيد. انا مش معترض والله، انا بفكر بس الناس. اكملك. الاهلي لما جاب جول برده في وقت شبيه لكده الناس اعترضت، صح ولا غلط؟ تمام. برده ما فيش اعتراض، لان اللي بيطبق على الاهلي هو اللي بيطبق على الزمالك. واخد بال حضرتك؟
فالدنيا سهلة جدا. أنا فاكر لما الأهلي جاب جول قبل كده في الوقت الضايع الناس كلها زعلت وقالت ما أعرفش إيه الوقت ومش الوقت، لا ده من ضمن المباراة، من ضمن الوقت بتاع المباراة. أتمنى التوفيق بعد كده خلال المباراتين الجايين، بس عاوزين تريث اختيار الحكام ما تحصلش الأشكال اللي إحنا شفناها النهارده بصراحة يا كابتن. أكيد أكيد، لكن أنا بس بأكد لحضرتك تاني إن إحنا مش بنعترض، إحنا بنفكر الناس بس إن الدنيا قامت لما الأهلي. أنا بأكد على كلامك. يعني لكن هو شيء طبيعي جدا، هو شيء طبيعي جدا الحكم يزود وقت يقلل وقت، ده حاجة في الكورة عادية جدا. بالظبط. أنا بأكد على كلامك، والحمد لله إن حصلت في نفس الموسم، يعني زي اللي حصل للأهلي هو حصل مع الزمالك هو اللي حصل مع أي فرقة تانية. تمام. فده شيء طبيعي يعني. تمام تمام. لكن يا كابتن ممكن الكابتن محمود عاشور كان عايز يعني يسيس هذه المباراه ويطلع منها باقل الاخطاء اللي ممكن تحصل بعد كده، ليه طردت 3 4 لعيبه؟ لان لو فتحت باب الطرد يعني ممكن في 6 لعيبه يطردوا النهارده. بص يا كابتن، من وجهه نظري انا عشان لو كان محمود بيفكر في كده يبقى كان لازم يوم الماتش يخرج منه بالمنظر ده. انما انت كنت لازم في اجراءات سليمه تاخدها جامد من الاول. يعني في مثلا احنا عندنا مثلا في فرجاني ساسي عمل حاجات غريبه النهارده ده، في حاجات كتير. انا مش عايز اتكلم على لعيبه عشان بس ما اقولش ان احنا ضد لعيبه الزمالك. انا بتكلم كتحكيم، انا بتكلم. طب ما هو الجونه برده في نفس القصه، ما هو الجونه برده في اخطاء، بس للاسف مش عارف اسامي اللعيبه بتاعه الجونه، برده كان في اخطاء كبيره كانت ممكن ايه يتخذ فيها اجراءات. الاجراءات الانضباطيه دي يا كابتن ميدو لو اتعملت من الاول هتخلي بالبلدي كده الباقي كش، لان باجي بطبق قانون، لان الماتش ده ماتش النهارده ده ماتش بطوله. ماتش الاهلي والمقاولين ماتش بطوله، ما يقولوش خالص عن ماتش الاهلي والزمالك على فكره. اكيد اكيد. فاتمنى الباقي توفيق، واتمنى اختيار الحكام الفتره الجايه يبقى ايه يعني فيها الشيء برس من التريس والاختيار السليم، يعني مع احترامي للجميع كلهم اساتذتي، بس انا كانت بتكلم كمنطق. دول 3 حكام لسه بيلعبوا في بطوله افريقيا، كان لازم يلعبوا 3 ماتشات بالكامل، ما جيبش واحد وحمل المسؤوليه على عاشور بقى له 40 يوم ما لعبش ماتش ودي، العبوا ماتش زي النهارده ماتش بطوله، ده من وجهه نظري يعني. طب هل اي حكم يعني كان ممكن يطرد لعيبه يا كابتن سمير؟ طبعا لو انت كابتن ميدو حضرتك لو هتحكم يعني اي حكم في مكان الكابتن محمود كان ممكن يطرد 3 4 لعيبه 5 لعيبه، لان حضرتك شفت يعني حضرتك لو متواجد في هذه المباراه تطرد كام لعيب؟ بص يا كابتن، انت حضرتك لو شايف ان اللعيب ده يستحق الطرد لازم تطرده، مش كده المفروض. خلي بالك انت خلي بالك انت في ماتش النهارده مش بتظلم فرقه، لا انت بتظلم فرقه ثانيه مستنيه النتيجه. بالظبط. لو قصدك على الاهلي احنا مش مستنيين نتائج والله يا كابتن. لا انا بتكلم يعني الحمد لله الكوره في رجلينا. انا بتكلم في العموم يا كابتن، ما قبل الماتش كانت البطوله برضو ما زالت معلقه وما زالت معلقه على تمام فكرة. اكيد اكيد. ما انا بقول لك الكوره في رجل كل فريق. انا بتكلم ككوره اللعيب اللي يستحق الطرد طرده. وعاوز اقول لحضرتك معلومه، وحضرتك عارفها انت لعيب دولي كبير، الحكم مش هو اللي بيطرد اللعيب، اللعيب هو اللي بيجبر الحكم انه يطرده او يديله انذار. اكيد اكيد اكيد. لكن دور الحكم الخامس يا كابتن، لانه كان قريب قوي من الاحداث. النهارده كان عندنا مثلا طارق مجدي اوكي في احراز الهدف الثاني، هو دخل بقوه وهكذا، يعني دخل في وسط الاحداث، يعني قلل شويه من وتيره الاحداث. بس بصراحه النهارده مع احترامي الكامل اللعيبه مش عامله حساب الحكام. انت عندك في الجول الاولاني اما احمد ياسر ريان جاب الجول ومحمود شدوا مع بعض وبتاع، والمحمود ناجي نزل الحكم الخامس، لا الحكم معلش يا ميدو الحكم برضه ليه هيبه، يعني الحكم طبعا تقف طبعا، لا ده هم شايفين الحكم الاثنين كامل، وده بيضرب وده ده اللي انا كنت مستغربه، وده بيتقطع وده بيدي بالشالوت. طب انا بعمل ايه؟ يعني انا كحكم بعمل ايه؟ دي شخصيه حكم، يعني دي ما اقدرش اتحرك فيها بقى، يعني في حته انا بقف فيها فنيه، يعني تقول لي لا ده انت يا سمير حضرت دي غلط ما حسبتهاش، انا ندردش فيها. انما كشخصيه حكم دي شخصيه الحكم مش بتكتسب اكيد، يعني انت مولود بيها اكيد، لازم يبقى في احترام وهيبه للحكم. انما نخش في الخناقات وخبط ورب، لا يعني المنظر ما كانش كويس، المنظر ما كانش كويس، وما شفناهوش احنا، ولا شفناه في الدوري ولا شفناه في بطوله افريقيا. اكيد اكيد. عشان كده بس يا جاي بعد بطوله نظمتها مصر على احسن ما يكون، عشان كده الاحداث كانت مؤسفه شويه. بس يا رب الماتش ده ما يكونش حد شافه وننساه من ذاكرتنا، بصراحه المنظر ما كانش ظريف يا كابتن. يعني دلوقتي يا كابتن ممكن يبقى في قرارات بعد هذه المباراه ولا كده خلاص؟ والله على حسب تقرير حكم المباراه اللي كتبه واللي شافه في الملعب هو اللي بيتاخد. بس اللي انا شايفه انت هتكتب ايه؟ انت هتوقف بس ان انت طردته، انما ما خلاف ذلك خلاص هتكتب ايه؟ الا لو مراقب لجنه المسابقات شاف حاجه بعد المباراه تستحق هيبقى فيها عقوبه. اكيد اكيد. انما المباراه خلصت نهايه طبيعيه جدا، وفي النهايه الحمد لله خلصت على كده يعني الحمد أكيد. لله.
بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، ودايما بنستفيد من معلوماتك، وشكرا جزيلا ليك يا كابتن سمير. عايز اقول لكم جدول الترتيب بعد هذه المباراه. الاهلي في المركز الاول برصيد 4